حدثنا ابو نعيم حدثنا همام حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى بن اميه يعني عن ابيه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانه وعليه جبه وعليه اثر الخلوق او قال صفره فقال كيف تامرني ان اصنع في عمرتي فانزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب ووددت اني قد رايت النبي صلى الله عليه وسلم وقد انزل عليه الوحي فقال عمر تعالى ايسرك ان تنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد انزل الله عليه الوحي قلت نعم فرفع طرف الثوب فنظرت اليه له غطيط واحسبه قال كغطيط البكر فلما سري عنه قال اين السائل عن العمره اخلع عنك الجبه واغسل اثر الخلوق عنك وانق السفره واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك